انما انا عايز افهم انت هتصرف الملايين دي في ايه؟ وانت مالك؟ هصرفها على مزاجي. شوف انا همشي في الشارع ارمي الفلوس على الناس كده. طب ما ترميها هنا. لا، هرميها وسط ناس ما شفتهمش ولا اعرفهم قبل كده. على مزاجي. انا هشتري يخت، هشتري طياره، هشتري حاجات دماغك مش هيجيبها. سفه. ايوه، برافو. هي سفه يا اخي. انا نفسي افهم انت، انت مستعجل قوي كده ليه؟ ايه السر؟ السر يا متر ان فيه وشوش واشكال اتخنقت منها، مش عايز اشوف خلقتها تاني. انا بعد بكره هحجز على اول طياره مسافره سويسرا، اقعد هناك اسبوع كده اريح اعصابي، وبعدين اشوف بقى دماغي بعد كده مودين على فين. انا عارف ياخدك على فين. متشكر. انت عارف انت ايه في الدنيا دي يا متر؟ ايه يا نجيب بيه؟ انت عبد يا متر. انا عبد؟ اي مش عبد في المطلق كده، انت عبد لمراتك واولادك واحفادك. سندوتش الجبنه اللي بتاكله 3 مرات في اليوم، انا مقتنع تماما انه مش عشان ورا قولون ولا عشان انت بخيل، لا، انت عايز توفر عشان احفادك يدخلوا مدارس اجنبيه غاليه، عشان بناتك يتجوزوا فيلل يتمنظروا بيها على جوازهم، مراتك واولادهم بيروحوا يصيفوا في اوروبا، وانت قاعد بتفضل القفوشي على الساحل. يا متر صدقني انت شغال بالصخرة عند ناس لو فلوسك اتأخرت عليهم شوية هيدوب الجزء. انا بقى مش زيك، انا انسان حر. طيب ممكن تقطع العبد عشان وراه شغل؟ اتفضل، ما تتأخرش عليا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.